نروح نشوف لقاء خاص مع الكابتن الكبير نادر السيد حارس مرمى منتخبنا الأسبق والمدير الفني الحالي لفريق طمية، وبعدها نواصل إن شاء الله. بداية المشوار مع نادي أو مع مركز شباب مش هو ده الأهم، مش الأهم المسمى يعني، الأهم الرغبة والطموح والعمل والمجهود، لأن كرة القدم هي كرة القدم في كل مكان يعني. أنا الحقيقة فضلت أن يكون مشواري بدايته في نادي مش كبير، وفي نفس الوقت بدايتي يكون بدايتي كمدير فني، لأن أنا شايف أن الإدارة الفنية أو كمدير فني مع طبعا بمشاركة الزمايل كلهم والجهاز كله أن احنا بنشترك في القرار، بس في الآخر أنك أنت بتتحمل مسؤولية القرار اللي بتاخد حتى لو كان مش من خلالك انت، من خلال حد من الناس زمايلنا اللي بعتز بيهم جدا يعني. فالحقيقة البداية مع نادي طمية شفت قد ايه هم الناس عندها رغبة وعندهم طموح، مش بس الشرط الاساسي انك انت يكون عندك موارد مالية كبيرة وانك انت عشان تحقق حاجة، بل بالعكس ممكن انك انت الاول يكون عندك الرغبة ويكون عندك الطموح. انا عندك القدرات البشرية، القدرات في الافكار يعني، مجلس الاداره الحقيقه الناس متفتحه جدا وناس عايزه تعمل حاجه رغم قله الموارد، اللعيبه عندهم طموح، الجهاز الفني عنده رغبه عنده طموح، هو ده اللي بيحقق الفلوس وبيحقق المركز وبيحقق النتائج. فالحقيقه لما لمست الامور دي كلها بالاضافه ان انا بضيف لهم هم يضيفوا لي، فبناء عليه يعني خدنا اول خطوه. مساله تصنيف، اولا للاسف الناس بتربط ما بين المدرب واللاعب، اللاعب دي موهبه والمدرب موهبه، اكيد اضافه ان يكون المدرب كمان كان لاعب سابق او كان عنده انجازات، انما موهبه المدرب او الكوتش هي موهبه ملهاش دعوه بموهبه اللاعب. انا دايما 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 انا مؤمن بالكلام ده، الكوتش هو او المدرب هو موهبه وصفات شخصيه واكيد دراسات وهكذا، ودي بتعمل والتجارب اللي انت بتمر بيها، انما المدرب هو موهبه اولا، لان بنشوف كتير من المدربين، مورينيو مثلا على سبيل المثال هو مدرب موهوب ما كانش يلعب كوره، جوارديولا هو مدرب موهوب بس كان لاعب موهوب، فبالتالي بتدي اضافه اكتر واكبر مع الصفات الشخصيه، انما الموهبه والصفات الشخصيه هم الاساس بالنسبه للمدرب. مساله بقى هو كان بيلعب فين او بيلعب ايه او ما كانش بيلعب كوره اصلا او كده، دي مش هو ده الاساس، انما اضافه كبيره انك انت تكون كنت لاعب سابق كويس وكمان مدرب. مساله التصنيف بقى ان انت حارس مرمى، الحقيقه ما هو بقى يبقى المدافع يبقى مدرب مدافعين والمهاجم مدرب مهاجمين ونص ملعب مدرب نص ملعب، فهي في الاخر هي بتبقى موهبتك ككوتش وصفاتك الشخصيه، وفي نفس الوقت كمان الدراسات اللي انت بتعملها والمعاشات اللي انا عملتها في الفتره اللي فاتت والرغبه في انك انت بدات المشوار وعايز تنجح في المشوار ده. هو فعلا جديده على مصر يعني، اتمنى ما تكونش الاخيره، بالعكس ممكن يكون في حراس مرمى تانيين هيجوا بعديه عندهم الموهبه ده، ممكن يكون يعني جرأتهم او يعني خليتهم انهم يفكروا ليه لا، مش لازم يكون، وده حصلت في كل العالم زي ما ذكرت وقلت، كيروش، ميشيل بردوم، زوف، بادو الزاكي، كتير من المدربين، سانتوس مدرب توتنهام السابق، كل دول مدربين كانوا حراس مرمى ومدربين كويسين جدا يعني. انا مش شايف التصنيف ده هو الاساس يعني. كيروش من علامات التدريب في مصر اللي حصلت الحقيقه يعني قبل، انا بقول الكلام ده مش النهارده عشان وصلنا فاينل، انما انا بقول الكلام ده من اول يوم، تتفق او تختلف مع كيروش ان هو عنده فكر وعنده رؤيه وعنده وجهه نظر وعنده ايمان بالحاجه اللي هو بيعملها، ممكن انت تقتنع او ما تقتنعش دي بتاعتك، بس في الاخر هو بيقتنع بشيء بيعمله وبيتحمل مسؤوليته. فالحقيقه كتير من المدربين احترمهم جدا على مرور السنين اللي فاتت القريبه لمنتخب مصر، اعتز بهم جدا، انما في علامات كده في التدريب، في كابتن جوهر الله يرحمه، كابتن حسن شحاته، هيكتور كوبر وكيروش. وانا طلبت من البدايه خالص ان كيروش لازم يمد العقد بتاعه، هو طبعا في الاول والاخر قرار جهاز مجلس الاداره، بس انا شايف من مصلحه الكره المصريه، لان انت وصلت نهائي افريقيا، زي ما نكررش نفس الخطا اللي حصل مع كوبر، ان بعد ما وصلنا نهائي ووصلنا كاس عالم ما جددوش معاه، وانت كان عندك بطوله افريقيا، انت عندك بطوله افريقيا بعد شهور في 2023، عندك مباراه كاس العالم ان شاء الله ربنا يوفقنا ونوصل، لا قدر الله ما وصلناش، لازم يكمل كيروش عشان بطولة افريقيا اللي جايه في 23، بعد كده نبقى نتكلم بقى. فتبتدي يعني هو بيعمل جيل جديد لمنتخب مصر، بيعمل شخصيه جديده، الصفات الشخصيه بالنسبه للمدرب بتنطبع على شخصيه الفريق، الرؤيه الفنيه للمدرب بتنطبع على الفريق، فانا شايف الحقيقه ان استفيد اكتر استفاده من كيروش. مصر دايما الحقيقه محظوظه بحراس المرمى، وده اللي انا بشوفه حتى من اراء ومن انطباعات كل افريقيا وكل الوطن العربي، يعني احنا لو شفنا مقارنه بالمغرب هتلاقي بادو الزاكي وبعدين فتره طويله قوي
وبعد كده ياسين بونو. انما انت مرور الاجيال مش هتكلم يعني بدايه من الثمانينات الكابتن شوبير وكابتن عادل مامور كابتن اكرامي كابتن ثابت البطل وبعد كده انا جيت وبعد كده الحضري اخد وبعد كده حتى في خلال الحضري كان موجود شيف اكرامي وموجود احمد شناوي النهارده موجود محمد شناوي معاه ابو جبل معاه اثنين حراس كمان صغيرين كويسين يعني وفي حراس تانيين في الدوري يقدروا يكونوا موجود في المنتخب. فانا شايف ان عدد الحراس المرمى الموجودين دايما على مرور الاجيال حراس المرمى ليهم علامه وليهم بصمه وليهم اضافه. مفيش جيل من الاجيال من الثمانينات لغايه النهارده حارس المرمى كان نقطه ضعف بالنسبه للفريق، فده شيء يتحسب لمصر ان والمدربين حراس المرمى اللي في مصر اللي هم مش واخدين حقهم الاعلامي ولا المادي ولا الادبي رغم مهمين جدا جدا، لان انا شايف ان مدرب حراس المرمى ده يكاد يكون زيه زي المدير الفني، بس للاسف الشديد ما بياخدش نفس المكانه الماديه ولا الادبيه. فحراس المرمى مش مساله مين هيلعب على مين، انما وجود شناوي وجود ابو جبل اضافه كبيره جدا لمنتخب مصر، لانه في الاخر منتخب مصر هو تكليف، يعني في وقت من الاوقات كنت موجود انا والحضري، ففي الاخر مين بيلعب فهو تكليف بالنسبه لنا. فانا شايف ان احنا عندنا حراس مرمى يامنونا ويطمنونا للفتره الجايه والسنين الجايه. ابو جبل من الافضل ليه ان هو يستمر مع الزمالك، لان الزمالك هو اللي صنع اسمه وهو اللي عمله، والزمالك لا يقل اهميه عن الاهلي، طبعا الاهلي نادي كبير جدا وفخر لاي لاعب ان هو يلعب في الاهلي يعني. انما انا شايف ان الافضل ان يكون عندنا حارس مرمى كويس، وعلى لطفي الحقيقه موجود ومصطفى شوبير موجود، ويعني انا شايف ان في حراس مرمى كويسين في الاهلي يقدروا ان هم مع الشناوي يقدروا يقوموا بالدور. نفس الموضوع في الزمالك ابو جبل وعواد موجودين، فاعتقد الافضل للكل وافضل الكره المصريه ان ده يحصل. انا ما اعرفش هل ممكن ابو جبل ينتقل ولا لا، ما اعرفش، انما بالنسبه لي انا شخصيا يعني هي مش تكرار تجارب، انما كان كل تجربه او كل موقف وليه شكله يعني. وقتها ما يعني مش عايز اعيد تاني واتكلم، وقتها كان شيء معين وشكل معين وهدف معين، انما دلوقتي هو ابو جبل بيلعب مع منتخب مصر، موجود مع منتخب مصر، فالافضل ان هو يكون موجود. ده رايي المدرب واللاعب. عصام الحضري كحارس مرمى، حارس مرمى كبير عمل انجازات كتيره مع منتخب مصر. المدرب دي مرحله تانية ملهاش دعوه بكونك انت، ممكن ان انت هتستفيد اكيد من خبراتك هتفيدك، انما لو انت مدرب مش كويس وانت كنت لاعب عالمي مش هتبقى مدرب كويس. انما فهي دي نقطه اكيد يعني، لو انا بتكلم بالصوره من بره لان انا مش جوه الموضوع، الصوره من بره اكيد وجود حارس مرمى كبير وعمل انجازات وعنده خبرات كمدرب حارس مرمى اكيد هتضيف. هل هو بقى الحضري مدرب جيد او مدرب مش جيد؟ انا الحقيقه ما شفتش ولا يعني ما تابعتش، بس بالتاكيد هيبقى اضافه انه يكون حارس مرمى كويس، وكمان لو هو عنده القدرات والامكانيات النفسيه والفنيه ان هو يكون مدرب كويس، ده اكيد هتبقى اضافه كبيره قوي يعني. انما مساله الاحمال التدريبيه وكذا وكذا يعني انا ما كنتش معاهم في موجود معاهم في المعسكرات، فما اقدرش احكم بالظبط بصراحه يعني. ما اعرفش الحقيقه موضوع الازازه ده ايه بالظبط يعني الكواليس بتاعته، انما يعني ممكن يكون تحليل فني، بس احنا ما شفناش اللعيبه دي لعبت قبل كده ضرب جزاء. هل التحليل معاييره ايه بالظبط يعني؟ انا بتكلم انا كحارس مرمى سابق بقى، انا بتكلم على حتى لو فرضيه ان انا بتفرج على لاعب وشاط ضرب جزاء قبل كده ممكن اغيرها تاني يعني، لان في اوقات في لعيبه كتير جدا بتلعب على حركه الجول، فانا ما اعرفش ايه تبعيات الموضوع او ايه كواليس الموضوع، انما انا ما افضلهاش، انا نادر ما افضلهاش يعني. انا لو انا حارس مرمى وجه، فانا لان في الاخر انا بعتمد على معايير معينه وعلى اداء حركي معين بالنسبه للاعب وهو داخل بلعب على كده، لان ممكن يغير جدا يعني. فانا عشان كده ما اقدرش احكم على الموقف، بس انا بتكلم على شخصيا لا يعني، حتى لو جه في بعض الاوقات المدرب يقول لي مثلا اللاعب الفلاني بيشوط ناحيه اليمين، ما اقدرش اقول 100% يعني، حتى ما اقدرش اعتمد على كلامه، لان في الاخر ممكن يغير في الجيم بالتبعيه، مش عشان انا كنت حارس مرمى فهو حارس مرمى، هو حارس مرمى منفصل تمام بقدراته بامكانياته بتفكيره بشخصيته، اكيد في عامل مساعد ان انا بساعده بديله من خبراتي، بس في الاخر لازم هو يجرب يعني بما ان انا عندي خبرات، لو انا جيت قلت له المفروض تعمل كذا وكذا 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 عشان ما يجيش في الجول هيجي في الجول برده. فهي النقطه كلها ان انا يعني اكيد بضيف له اكيد بسنده، انما الحمد لله يعني ربنا يحفظه. هو احمد كمان على المستوى الشخصي انسان محترم قوي وملتزم جدا، مركز، عنده طموح، عنده رغبه يعني، لان انك انت تخرج من الكومفورت زون بتاعك وتروح على بره وانت عندك 18 سنه يعني، واتمنى ما يكونش الاخير، يكون كبدايه كاصغر حارس مرمى يحترف في اوروبا، واتمنى ان يكون في حراس كتير يحترف وهم صغيرين، هيفرق معاهم كتير. انما الخطوه خطوه مهمه جدا، بدايه المشوار هي بدايه مشوار مش تجربه، ان هو يحترف في اوروبا يتعود على الاجواء، لان الكره الاوروبيه مختلفه، لان نجاح اللاعب
مش نجاح لاعب داخل الملعب بس، نجاح ملعب مش خارج الملعب، ان انت ازاي بتتكيف مع الاجواء الاوروبيه، مع ثقافات مختلفه، مع ناس مختلفه، مع يعني فكتير من المواقف بنتكلم فيها مع بعض. فانا شايف ان شاء الله احمد بتمنى له كل توفيق، مش لان انا برفض الحقيقه نقطه المقارنات حتى ما بين لاعب ولاعب، ونفس الموضوع هو احمد نادر كحارس مرمى وانا نادر السيد كحارس مرمى. هو عنده ستايله وعنده شخصيته وعنده الكلام ده، فاتمنى له كل التوفيق ان شاء الله.